ان دور مدام فردوس عبد الحميد في مسلسل الاسطوره كان لحضرتك في البدايه وبعدين راح لها؟ ما اعرفش والله، وحد كلمني بس ما كلموش تاني بعد كده. يعني عرضوا عليك الدور في الاول؟ حد كلمني بس ما اعرفش، حتى والله ما اعرف اسمه ايه. قال لي حضرتك فاضيه يا فندم؟ قلت له خير. قال لي في مسلسل اسمه الاسطوره حضرتك معانا. طب مين الممثل مين المخرج؟ قلت له خلاص ان شاء الله، قلت كده ان شاء الله. بعد كده ما سالتش يعني، بصيت لقيت المسلسل بيتعرض، وبالعكس انا انبسطت جدا اني فردوس، لان فردوس ممثله كويسه وممثله محترمه وست يعني فنانه قديره. فبالعكس انا بنبسط لما بيكون حد من اللي انا بحبهم بياخدوا ادوار وهم قاعدين ما بيشتغلوش. عيب لما واحده زي فردوس عبد الحميد تبقى قاعده في بيتها، عيب زي واحده فاديه عبد الغني تبقى قاعده في بيتها، واحد زي احمد ماهر، زي صبري عبد المنعم، زي احمد بدير، وان كان احمد بدير بيطلع بس كل فين وفين. ففي ناس انا بزعل عشانهم، يعني دول فنانين كبار يعني ما ينفعش يقعدوا ايه رايك في محمد رمضان كممثل بمناسبه الاسطوره؟ شوف هو ممثل موهوب بلا شك وكلنا لازم نتفق على كده، بس هو ما عرفش يعني هو ايه اللي حصل له، انا ما عنديش فكره بقى. ما لكن انا ما اشتغل معايا يشهد الله في دوران شبرا كان قمه الادب والاخلاق والاحترام والذوق. طب تحبي تنصحيه بايه حتى كأم يعني؟ اقول له من تواضع لله رفعه، وبعدين الدنيا لا تدوم لاحد.